احنا ترى معاهم. مثل منو تسالتي؟ الحين اقول لك اسمعنا اتصال. يلا. عبد الله معك. ام عبد الله. ام عبد الله. ام عبد الله متصله تبي تسالك. والنعم. يا هلا ام عبد الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ام عبد الله، حياك. يعطيك العافية أخت مي، ورحب فيك وفي الإعلامي الأخ علي الخالدي. حبيبتي الله يخليك أم عبد الله. وأهلا وسهلا فيه بالكويت. والنعم. حيا الله بديرته الثانية. أو بين أهله. أيوة. وأشكر الأخت الأستاذة فجر السعيد الصراحة يوم زارت، أنا كنت وياها بالسناب والإنستغرام، كنت أشوفها وأتابعها يعني يوم زارت بغداد وراحت راوت الناس. الحمد لله ان الديره امان، الله يديم على الشعوب الاسلاميه كلها يا رب، على العراق وعلى الديره الاسلاميه كلها الامن والامان، ويحقن دماء المسلمين يا رب. ردت العلاقات هذه الحلوه، الفن العراقي، الاعلام العراقي، نتمنى يرجع مثل ما كان، هالطرب الحلو الاصيل، العلاقات توطد، الاغاني هذه ترجع الحلوه، الاعلام، التبادل الاعلامي، الفن، الفن والثقافه هو الاساس. هذا الشيء الطيب من الاخ فجر. والنعم من عدها الاخ علي، ونقول له اهلا وسهلا فيك. الله يخليك. وما عليك من اللي تحكون ولا اللي يضايقونك ولا يقولون شيء. تسلمين. شهدت لك السي ان ان وان شاء الله منها للاعلى. الله يخليك ام عبد الله، الله يخليك، شكرا. انت تستاهل كل خير. والنعم. وكل اعلامي يثبت وجوده، وانت اثبت وجودك. تسلمين، وبعد راح نوصل تحياتك لام عثمان. وام عثمان توصل تحياتها للجميع. حياك الله بديتك الثانيه، وشكرا اخت مي. العفو، العفو يا ام عبد الله. برنامجك ناجح الصراحه، واحنا من اشد المتابعين لك. بفضلكم يا ام عبد الله. مع السلامه. مع السلامه.